فيتامين دي يعتبر ملك الفيتامينات، ليه أسرار كتيرة، ليه وظائف كتيرة، مهما اتكلمنا عنه مش هنوفيله حقه. النهاردة هنتكلم عن أسرار الفيتامين د، عن فوائد فيتامين دي، ايه هي المصادر، ايه هي أهمية فيتامين دي للرياضيين، ايه هي الأشياء اللي بتمنع أو تعوق امتصاص فيتامين دي، التقليل من مضاعفات الفيتامين، أسراره، مصادر اللي موجودة فيه. كل ده معانا النهاردة، معاكم دكتورة عبير أحمد، وإن شاء الله نستفاد من المحتوى. أول حاجة هنتكلم عليها فوائد فيتامين دي. لو وإنت حاسس إن جسمك مكسر مع إنك بتاكل كويس، نعرف إن ده نقص فيتامين دي. دور البرد الطويل نقص فيتامين دي. مشاكل الجلد، في دراسات اثبتت ان في علاقه بين لما السكر يبقى عالي والضغط يبقى عالي، ده دليل على ان برضو في نقص فيتامين دي. الام في الجسم بعد اي مجهود، نقص فيتامين دي. فيتامين دي كمان بينسب ان هو هرمونز، فعشان كده بنسميه بري هرمونز، عشان هو بيبقى برنسبل او بيتصنع منه هرمونز الذكوره والانوثه. يا ترى مصادر فيتامين دي فين؟ اول حاجه في الشمس، عشان كده بنسميه فيتامين الشمس. كمان في كل الدهون الحيوانيه، صفر، بيض، زيت كبد الحوت، السبلمنت، اسماك دهنيه، حبوب. هنتكلم كمان على اسرار فيتامين دي. فيتامين دي عنده اسرار كتيره جدا. من ضمن اسراره، احنا عارفين ان هو يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، بس فيتامين دي حاليا بدا يبقى متواجد مع سبلمنت يبقى معاه كي 2، يبقى فيتامين دي موجود معاه كي 2، على اساس بيساعد انه ياخد الكالسيوم من الدم ويوصل على طول على العظم عشان يستفاد منه. كمان من ضمن اسراره، احنا نبقى عارفين لما بيبقى فيه ستريس هيبقى فيه كورتيزول، فبالتالي حتى لو انا باخد فيتامين دي كده مش هستفاد منه، طول ما فيه ستريس وكورتيزول انا مش هستفاد من فيتامين دي. كمان فيتامين دي فيه علاقة عكسية تماما ما بينه وبين الاكتئاب، لما بيقل نعرف ان الاكتئاب بيزيد، لان فيتامين دي لما بيكون موجود بنسبة كويسة في الجسم بيحسن المود والمزاج. فيتامين دي لما بنيجي نستخدمه كسبلمنت، طبعا هنستخدم فيتامين دي 3، هو الاكتف فورم، هو اللي الجسم هيستفاد بيه، ويفضل ان انا اخد فيتامين دي مع دهونه الصبح، يعني باخده ممكن مع زيت زيتون، مع افوكادو، مع وجبة دهون، الوجبة اللي باخدها الصبح سواء بيض او البان يفضل يبقى صباحا، ومع وجبة دهنية. الجرعات هنتكلم بيها وتكون برضو تحت اشراف طبي، وانا هنزل جدول سواء للاطفال او للكبار. اهمية فيتامين دي للرياضيين، يعتبر هرمون قوي، ليه فوائد عديدة، ليه فوائد صحية كتير، أهمها فوائد الصحية للهيكل العظمي، الوقاية من إصابات العضلات والعظام، بيقلل من الألام والاعتلال العضلي والقدرة على الأداء الرياضي في التمرين، والوقاية من الكسور خلاء، وده طبعا بيبقى من خلال بروتوكول طبي وتحت إشراف طبي. في معلومة مهمة قوي للرياضيين بنقولها لهم، الرياضيين اللي بيكونوا بيمارسوا رياضة في الأماكن المغلقة وجدوا إن عندهم نقص فيتامين دي، غير تماما الرياضيين اللي بيمارسوا رياضتهم في الأماكن المفتوحة أو الأوت دور أو في الهواء الطلق، لأ إن فيتامين دي بيكون عندهم كويس. كمان هنتكلم عن إيه هي الأشياء اللي بتمنع أو تعوق امتصاص فيتامين دي، يعني إحنا ممكن ناخد السبلمنت فيتامين دي وما نستفادش منه، يا ترى إيه هي الحاجات اللي بتمنع امتصاص فيتامين دي؟ تلف الامعاء، الشيخوخة، تصبغ الجلد، دهون تحت الجلد، ان انا ما بتعرضش للشمس، عندي مشاكل في التمثيل الغذائي، في عدوى مزمنة، كل دي بتمنع امتصاص. طيب الناس اللي بتاخد فيتامين دي كتير وعندها قلقانة، بتقول يا ترى ايه المضاعفات او ازاي اقلل من المضاعفات لو انا باخد دوز كبيرة؟ بنشرب كمية كبيرة من المية، 2.5 لتر، طبعا ما باخدش اي سبلمنت كالسيوم وانا باخد فيتامين دي نهائي، وكمان بقلل من المصادر اللي موجود فيها الكالسيوم وانا باخد فيتامين دي. الجرعات الموصى بيها للكبار من 5000 ل10000 انترناشونال يونت، بتكون تحت اشراف طبي. يا رب تكونوا استفدتم من المحتوى، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. معاكم دكتورة عبير احمد.